مدخل إلى عالم الفيزياء، الرياضيات والفيزياء. طب إيش هي الفيزياء؟ الفيزياء هو العلم اللي يدرس الطاقة والمادة والعلاقة بينهم. طب نمسكها حبة حبة. إيش هي الطاقة؟ الطاقة هي القدرة على عمل شغل، زي مثلا إيش؟ زي الطاقة الحرارية أو الطاقة الكهربائية أو الجاذبية. طاقة تخليني أقدر أسوي أشياء مختلفة. طيب والمادة؟ المادة أي شيء ممكن تلمسه بيدك، زي مثلا الحديد أو الخشب. طيب إيش معنى هذا الكلام؟ إيش يعني العلاقة بين الطاقة والمادة؟ لو أخذنا طاقة زي الجاذبية مثلا، صار الفيزياء هتحاول تدرس الجاذبية، من فين جات، إيش القوانين اللي تحكمها. هتدرس العلاقة مثلا بين الشمس والأرض، العلاقة بين القمر والأرض، وكيف يدور القمر حوالين الأرض. تحاول تفهم هذه العلاقات كلها. أو مثلا خلينا ناخد مثال الطاقة الحرارية مثلا، فيزياء هتحاول تدرس كيف يحدث عندنا احتراق مثلا، وبعدها هذا الاحتراق مثلا تشوف كيف نستفيد منه في حياتنا اليومية. طبعا نعرف أن الاحتراق يستخدم في محركات السيارات، فيصير شوف هذه طاقة وشوفنا علاقتها بين مواد مختلفة، وهذه برضو طاقة، الطاقة الحرارية درسناها، درسنا الاحتراق وشوفنا كيف استفدنا منها في تحريك المواد زي السيارات. طب إيش علاقة الرياضيات في الفيزياء؟ الرياضيات يخلينا نوصف العلاقة بين الأشياء بدقة بصورة نفهمها. مثلا خلينا ناخد الجاذبية. فيزياء تدرس الجاذبية، تدرس مثلا الجاذبية بين الشمس والأرض. فنحن نعرف من الفيزياء أن الشمس والأرض بينهم قوة جاذبية، لكن إيش مقدار هذه القوة؟ إيش العوامل اللي تأثر على هذه القوة؟ مثلا هل المسافة بين الشمس والأرض تأثر على هذه القوة وقد إيش؟ أو مثلا هل حجم الأرض أو الشمس يأثر على قوة الجاذبية؟ طب هل في قوة جاذبية بين الشمس وكوكب آخر مثلا؟ عشان نوصف هذه الأشياء نحتاج الرياضيات، عشان نعرف المقدار نحتاج نعرف المقدار بدقة بالأرقام، حتى المسافة نحتاج نحسب المسافة وتأثير المسافة على الجاذبية وحجم الأرض وهكذا. عشان كده نستخدم الرياضيات في الفيزياء عشان نقدر نوصف هذه العلاقات بدقة. أو مثلا خلينا ناخد الطاقة الحرارية، فيزياء تدرس الاحتراق، تعرف عشان نعرف عشان يكون عندنا احتراق لازم يكون عندنا مادة تحترق، بعدها حرارة، وبرضو نحتاج أكسجين. هذا شيء نعرفه، لكن طيب مثلا إيش مقدار الحرارة اللي نحتاجها، أو كمية الأكسجين، أو إيش هي المواد القابلة للاشتعال، وهل مثلا تفرق مادة عن مادة في قابليتها للاشتعال؟ عشان نوصف هذه العلاقات كلها نحتاج الرياضيات، نحتاج الأرقام عشان نكون دقيقين. وهذه هي العلاقة بين الرياضيات والفيزياء. طب نشوف هذا السؤال، يقول لي فرق الجهد الكهربائي V في دائرة كهربائية يساوي حاصل ضرب شدة التيار I في المقاومة الكهربائية R في تلك الدائرة، يعني V بالفولت يساوي I اللي هي التيار الكهربائي بالأمبيرز في R اللي هي المقاومة بالأومز. طيب هذا القانون إيش المطلوب؟ يقول لي ما مقاومة مصباح كهربائي، شوف قال لي ما مقاومة، يعني يبغى الـ R، مصباح كهربائي يمر فيه تيار كهربائي مقداره 0.75 أمبيرز، هذا الـ I يعني، عند وصله بفرق جهد مقداره 120 فولت.
طيب هنا حتى لو ما كنت فاهم أي شيء في الكهرباء، مجرد أطبق في القانون، وهنا أبغى يشوف أني أعرف أطبق في القانون أو لا. هذا القانون V يساوي I في R، حنكتب V يساوي I في R. طيب ما مقاومة، يعني هذا هو المجهول R، R ما عندي، أنزله زي ما هو. تيار كهربائي هذا مقداره، صار هذا هو التيار. طيب وفرق الجهد أو الـ V 120 فولت. حتى لو ما كنت فاهم أي شيء في الكهرباء، هو هنا بس يبغى يشوفني أعرف أحل المعادلة ولا لا، أقدر أجيب المجهول R أو لا. طب كيف نجيب المجهول؟ نقسم الطرفين على فاصلة 75، ومنها هيجيني إنه الـ R يساوي، واحد يجيبها بالآلة الحاسبة، يساوي 160. طيب الوحدة هنا كم؟ شوف في القانون قال لي لو استخدمت الـ V بالفولت، أيوة إحنا استخدمنا الـ V بالفولت، والـ I بالأمبيرز، أيوة استخدمناها بالأمبيرز، يصير الـ R حتكون بالأوم، الأوم اللي هو هذا رمزه.